سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كلشي بخير؟ كي دايرين نتوما مع الصحه؟ جيت لكم واحد الاكله ديال تركيا، كليتها زوينه البنات، وصفه زوينه البنات. هانتوما معايا، ها هو شابينيون، صدر ديال الدجاج، الفلفله، شويه الزعتر، الملحه والبزار، طاطا مطيشه، ها هي، والثومه، وشويه الزيت. انا غندير القياس وانتم تشوفوا الطريقه. البوطه تكون هايله البنات، الزيت ما ديروش بزاف البنات، تقريبا شي جوج معالق كبار. غندير الصدر ديال الدجاج يتشحر، تجي البنات زوينه، ديرها واحد تركي. وندير الفلفله البنات، ها هي تشحر شويه. سميتو غندير سميتو، انتما تشوفوا الطريقه. هيا هنايا هاي تشحر شوي، انا نقطع سميتو باش نوريكم الطريقه. البنات غندير الثومه، راني درت الفلفله وسميتو، غندير الثومه ونشرب معكم واحد القرعه بالفران، ديرها في الفران غتشوفو الطريقه. البنات هاد الماكله زعما خفيفه زوينه البنات، والله الا زوينه. غندير شويه الزعتر، هاهي البنات كيفاش شفت هي زوينه. غادي ندير سميتو وانتوما تشوفوا الطريقه ديالي، غادي زوينه يا البنات وجربوها. غادي ندير سميتو، انا غادي نشحر شويه وغنديرها ونصايب معكم ما ثاني. هادي غادي ندير الطماطم وانتوما تشوفوا الطريقه. سمحوا لي الا غلطت شي حاجه، ما درتهاش مزيانه، اعتذر. وها القرعة، هذا هو الغدا ديالنا، والخبز راه درتو باش يطيب. ايوا هانتوما معانا اليوم الطريقة ديال التحضير ماكلة تركية، كنتمنى تعجبكم. وديما داكشي اللي درتو في داري غنشاركو معاكم، نتمنى يعجبكم الفيديو. هذا هو الغداء ديالنا ديال اليوم، تنتمنى يعجبكم. والقرعه مازال تطيب في الفران، دابا راجلي جاي يتغدى، خاصني ضروري نعطيه الغداء ديالو. هذا هو الغداء ديالي، هذا هو الروتين، وانتم تشوفوا داكشي اللي درت اليوم في داري غادي نشاركو معكم. هذا هو الغداء ديال بنتي وجد القرعه، وهذه هي الطريقه ديالها. وانتوما معايا وتشوفوا النهار ديالي البنات. جيت نشارك معكم واحد الكريب، تندير فيه معلقه ديال الزبده، معلقه ديال السنيده، جوج بيضات، كاس مع جوج كاس، وواحد الكاس ما عامرش. ها شوفوا مزيان باش ديروا المقادير هو هذا. وتندير الزا، ودرت جوج كيسان ديال الحليب. وانتوما تشوفوا الطريقه وشوفوا ديال الزبده، ديال الزيت تيجي شوي، انا الزبده تيجي زويون. بنتي طلباتو ليا وبغيت نشاركو معكم، تنتمنى يعجبكم. ايوا وشوفوا ديرينا البنات، نطو شويه واش بعنا نعاس البنات، تعاودوا معكم. شبعان عاش بعنا ماكله، شبعنا كلشي. هانتوما تشوفوا الطريقه، سنيده، الحليب جوج كيسان، ها هما تيجي البنات زوين بحال ديال الزنقه، فهمتي؟ تندير ديال الزيت واني بالزبده تيجيها، تيجي زوينه البنات، جربوا. وغادي ندير معكم واحد الحرشه، راه كان درتها معكم في الاول، راجلي بغاها، ها هو.
ونديروا الزبيده ونشاركوا معكم. نتمنى يعجبكم وديروا لي ابوني وشاركوا في القناه ديالي وحمتوا البنات. شوفوا كي تيجي ديال الزبده زوينه البنات، وهانتوما تشوفوا الطريقه ديالي البنات. ها هما غادي نديروا، ها هو الخيط ديالنا هاهو هاهو غيطيب ونوريكم. البنات هذا هو الروتين ديال اليوم. عرفتي البنات هذا العجينه هذه راه كنت حضرتها ودرتها في فريكو، وتنجبد اللي بغيت جوج سميتو. هذه المره غادي نحضرها معكم، والبنات اللي تيعكزوا هادي عجنوا ديروا البنات هاد الطريقه تصدق زوينه، ما تعكزوش وتشبعوا ملاوي وتشبعوا من اي حاجه سمعتوها تبعوها. وتنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وديروني افوني وديروا القناه ديالي تفرجوا فيها. وبسلامه عليكم، وتغدا ان شاء الله الروتين جديد.